اجري بورتري قطاع القوارص مع مدام درساف. نصور باش نشوفوا كما قلت انيس الارقام خلينا نقولوا من اول الموسم. يعطيك الصحة. نزيدوا نقدموا معنا ضيفتنا السيدة درساف بن احمد اللي هي كانت مدير غلال في الإدارة العامة للإنتاج الفلاح في وزارة الفلاحة. مرحبا بك مرة أخرى. ندخلوا مباشرة في الموضوع، شنو هي أحوال قطاع القوارص في ظل التغيرات المناخية؟ وكان تعطينا فكرة على الإنتاج نتاعنا توا قداش، وين ماشيين، وشنو مناطق الإنتاج بدلتش في السنوات الأخرى، شنو البرنامج نتاعكم للترويج والاستهلاك المحلي، خاطر نعرف احنا القوارص خاصة تعمل حركية كبيرة في المنطقة الوطن القبلي وماشي اكثر الاستهلاك الوطني. تفضل. مالوغزمون هو القوارص هي من القطاعات اللي هي تستهلك برشا ماء، وتعرف ان خصوصيه الوطن القبلي هي خصوصيه ان هي منطقه الانتاج باعتبارها هي المنطقه الاولانيه اللي بدات فيها الانتاج بتاع القوارص، واللي هي اكثر منطقه تاع انتاج تمثل 73% من الانتاج الوطني هي ولايه نابل اللي تمكنا من انتاجنا. المساحه الجمليه بالنسبه للقطاع هذه تبلغ بخي 26.5 ألف هكتار، ومنها 17650 هكتار هي موجودة بولاية نابل. بالنسبة لتقديرات الإنتاج نتاعنا، وسنا نراو اللي عملناه لحنا كان عندنا تراجع في الإنتاج بنسبة 40% 20%، لكن بالنسبة للموسم هذايا باعتبار أنه فما بعض الأصناف اللي تعمل المعاومة اللي هي تسمى الالتيرنونس، كان فما تحسن في الإنتاج، وبلغ الإنتاج نتاعنا بالنسبة للموسم هذا 365 ألف طن مقابل انتاج بالنسبه للموسم الفارط 290 الف طن، اي بزياده تقدر ب 26%. وتتاتى الزياده هذه بالاصناف اللي قلنا عليها، الكليمونتين اللي هي زادت انتاجها 33%، كذلك صنف النافيل زاد الانتاج نتاعو بنسبه 23%، وصنف المالتي اللي نعرفوه الناس الكل ويحبوه هو زياده ب 26%. دونك كما قلنا ولايه نابل هي تمثل 73% من الانتاج الوطني، واللي زاد الانتاج نتاعها ب 26% من رغم هل النقص اللي ريناه في الموارد المائيه، لكن فما اجراءات تم اتخاذها على مستوى المناطق السقويه العموميه باش احنا انه الفلاح يجم يعطي كميات من المياه اللي موجوده بالايرادات الخاصه بالابار الموجوده عندهم هما، باش حاولوا انهم يلبالي للمشاكل هذيا والنقص اللي جاي من السدود وخاصه منظومه سيدي سالم، على اساس انه نضمنوا المينيموم تاع انتاج موجود موفر بالنسبه للموسم هذا. كان فما احكام في التصرف من قبل الدوله ومن قبل زاد المندوبيه الجهويه والفلاحه باش نجموا انه يوصلوا للمنتوج هذايا. نقولوا احنا تقديرات اوليه، لكن احنا راو فما تراجع في الاحجام، 40% من الانتاج تاعنا تاع الماطي هو من الحجم المتوسط والصغير، 20% كهو من الحجم الكبير، وبالتالي راو لي هذايا راولي وكانت تتحسن شويه الوضعيه والامطار زادت ان شاء الله ربي يعطينا غيره، ممكن في الايام هذه بالنسبه لصنف الماطي يجم يصير تحسن في الاحجام على الاقل، باش نبداو احنا على الاقل في المنظومه التصديريه وني كونفورم انه احنا نطلبوا حجم معين ودي كاليبر بيان ديتيرميني يكون لو برودوي نتاعنا الي كومبيتيتيف ونوصلوا على الاقل نصدروا اللي حاطين اوبجيكتيف سنة ما يقارب عن 12000 طن، مقابل انه فما تراجع بالنسبه للموسم الفارط ما يقارب عن 7500 طرناطه هما اللي تم 7600 طن اللي تم تصديرها بالنسبه للموسم الفارط، لكن نرجع نقولوا هي المنظومه مش تصديريه بالاساس، هي منظومه تمكننا انه المستهلك التونسي يكون عنده غله على مستوى 8 شهور. 8 شهور احنا اوني لا pour ne pas importer un autre fruit واللي هو ممكن احنا موجود في بلادنا واللي هو ممكن ينقص علينا في الفتره هذه الشتويه والخريفيه اللي تكثر فيها الامراض، انه احنا المناعه نتاع التونسي على الاقل زيد تتحسن. انا بربي باش نقص عليك خاطر نحب نعمل دعوه لوزاره التجاره، نعرف الامر ما يهمش وزاره الفلاحه، نحكيو على القوارص ومنظومه نتاعنا احنا لهنا باش التونسي يشبع بالفيتامين سي من بلاده، لكن الدور مثلا تلقاو بلايص مش بعيده برشا على الاذاعه هنا تلقاهم البارح يبيعوا في المدالينا ب 7500 وبريسك 8000، تلقاها في بلايص اخرين في الوطن القبلي ب 3000 البارح هذايا، دونك معناها ارقام ماذا بينا وزاره وزاره التجاره تشدد الرقابه، خاطر مش معقول برشا غله قاعده تتباع بسوام خياليه اللي التونسي ما عادش ينجم يخلط عليه. صحيح. اي وهو زاد فما هذا راجع زاد الارتفاع كلفه الانتاج، لكن تقول لي 7000 6000 حاجه اللي هي اكثر من مش معقوله بكل، ونقولوا احنا في
في معادل 3000 3500 4000 بالنسبه للكاليبر دونك كيبدا باهي نقولوا حاجه معقوله وفي متناول بالنسبه. اما قلنا اللي هو عهد الوفره اللي كنت انت تشري ان ساشي تاع مالتيز وتاكلو معناها في باريحيه تو ما عادش تنجم تعملوا. هذه لازمنا نرجعوا اللي احنا عاداتنا الغذائيه باش تتبدل شويه. جموع هو لو برودوي لا موجود الكميات موجوده لكن نقولوا بالنسبه للسناء ممكن نقص الموارد المائية أثرت شوية على الجودة متاع المنتوج. لا كولوراسيون اللي ريتو ممكن تقولوا تويك الفما برشا الغلة من برا خضرة لكن لا كولوراسيون هذه ما صارتش فيكو تمبيراتور قاعدة عالية وتراو فينا اليوم وما زلنا مصيفين وما زلت مالوغوزمون اللي الكولوراسيون هذيك ما تصير كما لا تمبيراتور تطيح سورتو في الليل باش تعطينا كل جو اللي احنا مسنسين بيه والكولوراسيون اللي مسنسين بها بالنسبه للقوارص. كي تراو انت فما اخضر فما ناس تزرف شويه في السوق باش تربح شويه الاسعار لكن زاد نقولوا فما احنا مونك دو كولوراسيون بالنسبه للموسم هذا بالنسبه لارتفاع درجه الحراره وهذا ما قاعد ياثر بالنسبه للموسم هذا. في دقيقه لو كانت تعطينا الخطوط العريضه شنو البرنامج نتاع التنميه نتاع القطاع بصفه عامه؟ برنامج التنميه القطاع احنا في ولايه نابل باغ اكزومبل قاعدين نعملوا على انه منطقه الكتله المركزيه اللي هي منطقه بني خلاد وبنزل بوزلفه وشويه من سليمان هي المنطقه القديمه واللي هي موجود عليها المنطقه السقويه العموميه اللي هي قاعده تشرب على صوت سيدي سالم. كما تعرف فما امراض اللي دخلت اللي هي مرض تريستيزا اللي هو اثر برشا على هذه المنطقه بتاع الانتاج واللي احنا نراو فيها على تدهور في بعض المناطق. مالوغوزمون احنا توي قاعدين نعملوا نخدموا عليه على اساس باش نصيروا في عمليه تشبيب، مي التشبيب هذايا باش يصير اجوست فالور حسب الموارد المائيه المتاحه، وبالتالي ممكن يصير تقليص في الزون هذيا. عملنا ان غوسونسمون سنا مع المجمع المهني المشترك للغلال، والزون هذيك قامت تويكا على ريدوي معناها لا سوبرفيسي برودكتيف واللي هي ولات ما يقارب عن 7600 هكتار اللي هما موجودين، ومش يزيد اكثر التدقيق فيها باش على الاقل كونت اون بار سور ان بلان دو راجونيسمون يمشي بطريقه محكمه وتصير فيه كل المعطيات التاطير كذلك زاد انه على الاقل الموارد المائيه الموجوده تولي بالحق موظفه في مكانها. كذلك زاد برنامج الحمايه الصحيه يكون زاد نتابع واللي هو زاد يعطينا برودوي دو كاليتي واللي هو في 20 ثانية هو في طار الحماية نتاع القوارص يظل وقع التوسع في السنوات الأخيرة في مناطق أخرى يظل يخدم الوطن القبلي. أي فما المناطق اللي تم التوسع فيها هي اسونسيالمون منطقة جندوبة ومنطقة القيروان اللي هو كانت الفكرة انه هو تمديد العرض نتاعو خاصة عرض المادة هذية. نعرفوا اللي القيروان هي منطقة انتاج واللي هي كانت اكثر التمبيراتور طالعة فيها دونك اون اوغا لا بريكوسيتي بالنسبة للقيروان وتمديد العرض بارابور الجندوبة باعتبار زاد انه الكاليتي نتاع الماء كان كاليتي هي دو بون كاليتي. لكن تقعد الولاية الثانية اللي هي منجل القوارص هي ولاية بن عروس اللي الانتاج نتاعها بالنسبة للموسم هذا يقارب عن 23700 تورناتا. وقلنا على ولاية القيروان اللي هو انتاجها يقارب عن 17000 طن وكذلك ولاية بنزرت اللي انتاجها يقارب عن 13870 طن. ونرجع الى ولاية جندوبة اللي احنا قلنا منطقة انتاج اللي هي كانت هي منطقة جديدة وواعدة لكن دخلت في الانتاج ويقدر انتاجها بالنسبة للموسم هذا 9445 طن. يعطيك الصحة. نذكروا كانت معنا السيدة درصاف بن أحمد مثلا على إدارة عاملة تشفيلية في وزارة الفلاحة، حكينا معها القوارص زاد قبل حكيت معنا على الندوة اللي عملتها وزارة الفلاحة على شح المياه وترشيد استهلاك المياه. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك مرة أخرى مدام درصاف. مواصلين معكم في الساعة وفي النص ساعة الثانية بعد موجز الأخبار مع وهد السالمية. We'll be right back.
الفلسطيني، حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال يواصل تشديد الخناق على المستشفى الإندونيسي ويحوله إلى ثكنة بعد جرائمه في مستشفى الشفاء، مؤكدا عدم وجود أي ضمانات بشأن ممر آمن لإجلاء الجرحى والنازحين. من جانبه أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أن الاحتلال يتواجد حاليا داخل المستشفى الإندونيسي ويعمل على تكرار ما فعله في مستشفى الشفاء، معبرا عن التخوف من تنفيذ مزيد من المجازر. الآن خرجت كل الخدمات الصحية عن بكرة أبيها في شمال وغزة، دخلت حوالي 7 دبابات على محيط المستشفى وكانت ليلة عنيفة مع الاشتباكات. تفرت الدبابة الآن جوار مركز نور الكعبي أمام مستشفى الأندونيسي، حفرت لها حفرة عميقة كما تفعل دائما، وأظهرت قوات الدبابة بجوارها أيضا جرافة عسكرية ضخمة جدا جدا، وأيضا القناصة تعتري جميع المباني. تخوف من إجراء مجازر إضافية غير المجزرة التي حدثت البارحة. بعد تأمينهم لأنفسهم واستقرارهم يبدأون بالتواصل لعملية النزوح الكبير كما حصل وشهدنا في مستشفى الشفاء، هم يفعلون ذلك وننتظر اتصالهم في أي لحظة. حركة الجهاد الإسلامي تقول أن جريمة قصف المستشفى الإندونيسي استمرار لما ترتكبه إسرائيل من انتهاك للقانون الدولي، وتؤكد أن الالتزام بالدفاع عن الشعب والأرض والمقاومة في مواجهة ما وصفته بالإرهاب هو واجب وضرورة. حزب الله اللبناني يعلن أنه هاجم ب3 طائرات مسيرة مراكز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة، محققا إصابات مباشرة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق سفارات الإنذار في الشمال. وطنيا، المنسق الوطني للأساتذة نواب ملك العيار يفيد بأن نسبة مقاطعة التدريس في كافة الإعداديات والمعاهد الثانوية التي شرع في شأنها الأساتذة نواب بداية من اليوم قد تجاوزت 80%، مشددا على أن هذه المقاطعة ستظل مستمرة إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة نواب. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء. Express FM, le décodeur de l'économie.